سيداتي يعني السيد سادتي، احنا دلوقتي هنسمع مع بعض سهرة مع الفنانين، وهنتخيل ان الفنانين بتوعنا كلهم لو كل فنان اشتغل في اي صنعة هتبقى صنعته ايه. اول لقاء هنشوفه مع الاستاذ عبد الحليم حافظ. استاذ عبد الحليم حافظ هنشوفه دلوقتي بيشتغل في الصنعة اللي هنسمعها دلوقتي مع الفنان عبد الحليم حافظ. صنعتي سباك بلدي يا ابويا وبصلحها، نفيات حنفيات حنفيات. صنعتي سباك بلدي يا ابويا، بوابير الجاز البيضة يا ابويا، بإيديا تعيش سنوات 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 سنوات. صنعتي سباك بلدي يا ابويا، سباك سريع وصنيع صريح وصنيع صريح على قدي. بالشنطة انا ماشي 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 واقف قدي، وبلف الدنيا واروح وانا اجري قليل مش مدي. ودي فنيا بتتعب فينا وكلك عاوز له رتينا، ودي فنيا بتتعب فينا وكلك عاوز له رتينا. وتشوفه جديد تاني يا ابويا بايديا يعين. سنوات 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 سنوات. صنعتي سباك بلدي يا ابوي، صنعتي سباك بلدي يا ابوي. الاستاذ محمد رشدي لما شاف عبد الحليم حافظ بيشتغل سباك، هنشوف دلوقتي الاستاذ محمد رشدي بيأجر شقة مفروشة مع المطرب الشعبي الاستاذ محمد رشدي. سمسار سمسار قديم في الكهار، وسكن وياما كتير كالوني. يا ليلي يا قمر ولا عمري ولا ورحابي، غيظاني يا شقة وأصحابي، ناس مادية وخلو يا حضرة تعرف كام فوق عن مية. يا حرامي يا قوه غلوا المساكن، والله محل اساكن قوه غلوا المساكن، والله محل اساكن. ونجبت الناس شايفني يا برضه ياكلوا عليا حرامي. الاستاذ محمد عبد المطلب بيسالوه: يا استاذ طلب انت بتشغل ايه؟ فعايز ورينا انه بيشتغل في اشغال كتيره جدا. دلوقتي نشوف الاستاذ محمد عبد المطلب بيشتغل ايه. تاجر في سيخ في السيده وببيع كوارع في الحسين، تاجر في سيخ في السيده وببيع كوارع في الحسين.
ساعات بكون فوق كل ده جزر ومطرب عنه عين في السجيدة وسيرتنا الأستاذ فهد بلان. الأستاذ فهد بلان اشتغل مع واحدة معلمة في سوق الخضار اسمها فاطمة. دلوقتي هنشوف فهد بلان لما يغني عن فاطمة حواليه مع الأستاذ فهد بلان. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة بعيني أنا شفت البنية واهمة تضرب على لي وهي أصلا عادمة كلمتها جوزها قالت لي أنا لسه في الجامعة وهي خادمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة بعيني أنا شفت البنية سارحة وين هو 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 ما في هو 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 بعيني أنا شفت البنية سارحة دي زواتي قوي ما في هو 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 بعيني أنا شفت البنية سارحة يعطيك العافية بعيني أنا شفت البنية سارحة وزبطتها بتجيب خضار البارحة وين ما في هو 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 بعدين عيني أنا شفت البنية سارحة وزبطتها بتجيب خضار البارحة ورميتها بالناظرات القارحة وطلعت أنا الشغال وهي الهانمة ها 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 يا فاطمة